برحب فيكم جميعا أصدقائي المستمعين. الأثر الإيجابي لجراحة البدانة من حيث تخفيض الوزن، طبعا القدرة على تخفيض الوزن على القلب، السكري، المفاصل، الكلى وغيرها من الأمور الصحية. رح نركز اليوم على هالموضوع بلقائنا مع دكتور ناجي صفا الاختصاصي بجراحة البدانة، الأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية بمجال الجراحة، جراحة البدانة. وبعدنا ناطرين دكتور صفا للكتاب الجديد يلي هو شامل بنسخته العربية، بيكون متوفر للجميع، وطبعا رح نحكي الأصدقاء المستمعين عنه لما بيصير موجود، لأنه رح يتضمن كل المعلومات يلي لازم يعرفوها. يعني أوقات بيقول لك كل واحد ما بدي، أنا بس بدي أضعف، وأوقات لا بيكون حابب يعرف كل التفاصيل. المعرفة على هالصعيد دكتور صفا بشو بتفيدنا؟ هلا بتعرفي كل شيء ببلش بالمعرفة، لأنه بالنتيجة مشكلة البدانة منا مثل جريب، مثلا مرض بيجي علينا مدة جمعة بناخد له دواء ومنصح ومننسيه بيصير ورانا. هي مشكلة البدانة إنها مشكلة دائمة منتعيش معها فترة طويلة، ومنجرب نعالجها كذا مرة ومنفشل، وبنوصل لمحل منفهم إنه ما عندها علاج، يعني هيك مثل شغلة ايه بنعملها على جمعة زمان او على شهر زمان وخلصنا من القصة. دونك مشان هيدا الشيء كتير مهم الشخص يكون واعي، يكون عنده ثقافة كافية بهالموضوع تيقدر يعرف كيف لازم يتعالج. مشان هيك المعلومات مهمة، انه يعرف قبل كل شيء ويقدر يوصل يتفهم انه هو ما عنده بس علاج واحد، هي أكتر فيها كذا نوع علاج، ومن بيناتهم شيء أساسي اللي هو تغيير نمط الحياة أو نظام حياتنا بشكل أنه نقدر نضلنا ونصمد بهالطريق بهالتغير هيدا للفترة الطويلة ما ترجع تراجع عنا البدانة. هون المعرفة بتخلينا نعرف شو المراحل، كيف الشغل بيصير، شو اللي ناطرنا نحن، وين دورنا، إذا صار أي خلل نحن كيف فينا نستدرك من البداية. يعني مهم واحد يعرف كل هالتفاصيل. أكيد أكيد. نعم. أنا شو بتكون عنا معلومات أكتر، مش هيك؟ أنا دائما بطلب من الأشخاص اللي بيجوا لعندي إنه قبل ما يرجعوا ياخدوا أي قرار، إن كان بدهم يعملوا نظام غذائي، يجربوا يغيروا نظام حياتهم ويعملوا عملية، دائما بطلب منهم ياخدوا مرحلة أو فترة صغيرة يرجعوا يقروا عن الموضوع أكتر، منساعدهم يلاقوا شيء يقروا كمان. نعم. يكون يقدروا يفهموا على الطريقة تبعيتهم بشكل إنه قد ما بيقدروا يجمعوا معلومات بكون أفضل. الكتاب اللي حيكون مبسط دكتور أكيد صفا، هو يعني الكتاب معمول للناس، يعني مش للدارسين طب، يعني للناس اللي ما عندها معلومات زائدة طبية يقدروا يفهموه بشكل سهل جدا. كتير حلو دكتور صفا. يعني دايما منقول انه البدانة، وهيدي صار عالميا معترف فيها ان كان من قبل منظمة الصحة العالمية او الجمعيات الطبية بكل دول العالم، انه صارت هي مرض بحد ذاتها، أو صارت مثل ما بيقولوا جواز سفر ل يعني لتقصير عمر الإنسان بشكل ملفت. طب جراحة البدانة هون وبالتالي خسارة الوزن يلي هو كتير زايد، شو ممكن تكون عندها انعكاسات إيجابية سواء على القلب أو على دهون الدم، على الشرايين، يعني على السكري، على كل هالمشاكل والمفاصل وغيرها؟ هلأ نحن تنقدر نجاوب على السؤال بدنا نفهم أنه البدانة هي بحد نفسها بتسبب مشاكل عديدة على الصحة. وشو هي مشاكلها؟ أو معظم المشاكل اللي بتسببها البدانة هي من أعظمها قبل كل شيء دائما بنحكي بتغير الميتابوليك بالجسم، يعني مرض السكري اللي بيصير يقدر ينوجد عنا بنسبة أعلى بكتير. ليش البدانة بتحرك؟ لأسباب عديدة، أهينة وأبسطها إنه بس ما تزيد كمية الدهون بالجسم بيصير عندها صعوبة الهرمون الأنسولين بالجسم إنها تشتغل مثل ما لازم، ساعتها بيصير البنكرياس بده يعطي أنسولين أكتر، بيصير عندنا شيء اسمه ريزيستانس على الأنسولين، يعني بيصير الجسم تبعنا مقاوم الأنسولين. مشان هيدا السبب بهالطريقة اللي بيصير هو انه بيصير البنكرياس عايز يشتغل اكتر واكتر، وديجا بيتعب مع فترة بعد فترة من الزمن بشكل انه بيقدر يسبب من مرض السكري بنسبة اعلى بكتير من الاشخاص اللي ما عندهم هالبدانة. نفس الشيء كمان بنحكي بمشاكل القلب، لأنه بنعرف أنه القلب معود يبعد دم لوزن معين من الجسم،
بس ما نجي نحمل عليه وزن زائد كتير يكون كتير كبير، بكون هالقلب عم يشغل أكتر وأكتر، عم يتعب أكتر وأكتر خلال هالفترة اللي عايشين فيها وعنا بدانة فيها. دونك كمان بتقدر توصل إنه يعلى ضغط الدم عنا، يرتفع ضغط الدم، تعمل تضخم بالقلب، تقدر تعمل مشاكل على المدى البعيد كمان بشريين القلب من وراء موضوع الدهون اللي بالدم اللي بتكون أعلى إكسترا. دونك في أسباب عديدة نوعا ما بتقدر تدخل بالدم. نعم، قبل ما نتابع على بقية الأشياء، شو الشيء اللي بيتغير، ليش بيرجع يتغير الوضع والأثر على بقية النواحي، خليني أذكر الأصدقاء المستمعين أنه هاللقاء كمان فيكم تابعوه مباشرة عبر الفيسبوك على Voice of Lebanon 100.5. طبعا يلي بدون يبعثوا أسئلتهم مكتوبة فيكم تبعثوا على 76-611-001، يلي بحبوا يتصلوا ويطرحوا أسئلتهم 76-611-003 أو 005 بالإضافة لل 01-325-555. دكتور صفا معنا اتصال. ألو. أهلا، كيفك مدام سيدي؟ الحمد لله. ممكن نحكي مع الدكتور؟ تفضلي. أنا عندي سكر وعندي غدة وعم بنصح كنت من الغدة وعم بخذ لها دواء والسكر معها بيطلع 100 وتحت 100. نعم. وعم باخذ الأدوية، هل ما باكل حلو لا معكروني ولا رز، هل مريض السكر بحق له ياكل هالأشياء أو لا؟ ما فهمت سؤالك. انت عندك قد ايه عمرك؟ عمري 42. واي نوع سكري عندك، الاول او الثاني؟ لا مع الخفيف. ثاني الاول يعني الثاني. يعني إيه؟ انت عم تاخذي حبوب له او انسولين؟ لا حبوب. اه دكتور معك نوع الثاني. وعندك كمان ضعف بغده بالغده؟ لا انا الغده عندي كانت عم بتخربش السكري. عم تحكي عن اي غده؟ الغده بالرقبه، الغدة الدرقية، ما لها علاقة مدام بالأنسولين هيدي. يعني كانت تعملك دقة قلب سريعة ولا شو؟ عم تاخدي دواء للغدة؟ عم باخد دواء للغدة عيار 25. ايه شو اسم شو ده؟ معلش هلا شو المادة يعني تبعين؟ ايتيروكس. ايه يعني عندك ضعف بالغدة، عندك ايبوتيرويدي. نعم. ما لها علاقة هيدي مباشرة من ناحية السكري. هلا من ناحية شو فيك تاكلي للسكري، مش ممنوع الواحد ياكل ابدا، مش مفروض يقطع كومبليت للسكري اذا عنده سكري، لا ما لها علاقة. بس الطريقة اللي بدك تنظمي فيها هيدي بدك تتابعي فيها حسب قد ايه عم يطلع عندك الدرجات السكري وشو عم تاخدي علاج لها، مش هذا الموضوع بدك تتابعي مع حكيم السكري اللي عم بتابعي. مع حكيم السكري او مع اختصاصي؟ انا عم تابع مع حكيم السكري. انا مع المخزون كان 10، من 10 قصت للخمسة. كتير منيح، يعني عم تتجاوبي على علاج السكري وهذا شيء كتير منيح. بس بعدين اوقات امرلا بدوخ، يعني بركي كمان بديك تنتبه ما تكوني عم تاخدي علاج زياده، مش هيك؟ بديك تتابع مع حكيمك السكري تيقدر هو يساعدك تراجلي الدواء والعيار مثل ما لازم. اوكي، اهلا وسهلا فيك. اهلا مدام، دائما في هون خلط لما بيقولوا الغده الدرقيه بفكروا انه في لها تاثير على السكري. في معنى اتصال. الو. الو بونجور. اهلا، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك دكتور. بونجور. اهلا تفضل. عندي سؤالين. اول سؤال، عم يطلع بعد الاعلانات على السوشيال ميديا بتقول بتركيا عم يصير في علاج نهائي للسكري نوع الثاني، هيدي مظبوطه او حمله دعائيه كاذبه؟ هيدي دعايه، انا بجاوبك. يعني حمله كاذبه 100%. طيب السؤال الثاني، ليش المريض السكري نوع الثاني اللي بياخد ادويه اذا في حال حدا ساله عم ياخد انسولين بكرز او بينفشل كله صار بدك، لا الانسولين هذول خطير او يعتبر علاج عادي مثل اي علاج؟ ما لها علاقه. اول رح جاوبك على السؤالين، رح جاوب على الثاني بالاول. أول شيء من ناحية المرض السكري من النوع الثاني، الأشخاص اللي عم بعوزوا ياخدوا أنسولين هيدي بتعني إنه المرض صار متقدم عندهم، يعني صار أول شيء له زمان وما عم يترجلج بالحبوب، يعني صار بمرحلة متقدمة. مش هيك الأشخاص اللي عندهم السكري من النوع الثاني اللي بخافوا إنه يوصلوا لمرحلة الأنسولين، لأنه بتعني إنه مرض السكري صار عندهم كتير قوي، مش لأنه دو علاج الأنسولين غير عن غير علاج لمرض لأي مرض إن كان. هلأ من ناحية إذا السكر النوع الثاني عنده علاج نهائي، لا هيك كجواب سهل لا ما عنده. بس في بعض الحالات اللي بس ما يكون مرض السكري من النوع الثاني جاي من وراء
البدانة، يعني إذا الشخص عنده بدانة، عنده بدانة مفرطة وعنده بنفس الوقت مرض سكري من النوع الثاني جاي من البدانة، هون في معظم الحالات بس ما نعمل لهم عمليات للبدانة أو عمليات نفس الوقت للبدانة والسكري بمعظم الحالات، وأما بيتحسن كتير وأما بيختفي لفترة من الزمن السكري. مرض السكري من النوع الثاني. بس المهم أنه ما نخلط أنه مش أن كل إنسان عنده مرض سكري في عملية بتشفي، لا هذا شيء منه موجود وهذا شيء خاطئ. بس الانسولين على المدى الطويل له افكت، له شيء مضاعفات او لا يعتبر كانه دواء عادي؟ هو الجسم بحد نفسه فيه انسولين، نحن ساعتها عم نعطي ما بيخوف يعني، عم نعطي ريبليسمنت، عم بديل للانسولين تبع الجسم اللي الجسم يعني ما بيعبر انه شيء بخوف من الانسولين. هو علاج مثل اي علاج، لا بالنتيجة علاج من الآخر، ما في علاج بخوف أو ما بخوف، كل علاج عنده شيء منيح وعنده شيء عادي، بس هو بديل عن شيء طبيعي موجود بالنهاية، هو علاج أكيد يعني هو دواء. أهلا وسهلا فيك، بس أنا بدي أعقب على شغلة بس بعد، أنه بصير يقولوا هون بهالبلد فيه وهيدي سياحة مثل ما بيقولوا صحية، ما في علاجات موجودة بالعالم ومش موجودة عندنا بلبنان تقريبا، يعني كل شيء بيكون ثابت وموثوق ومسموح فيه بالعالم وما له مفاعيل سلبية موجود عندنا بلبنان. احنا كتير متطورين على الصعيد الطبي وكفاءة أطبائنا كمان، يعني ما بدها اتنين يشهدوا فيها. كمان معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا تفضل. معك مصطفى. أهلا مصطفى، كيفك دكتور؟ أهلا تفضل. دكتور أنا عملت عملية باي باس بالأسنان وستين. نعم. وقتها كان وزني 263. نعم. نزل وزني للمية. أوه حلو. نعم. حاليا رجع يطلع لل 100، صرت هلا 160 تقريبا. 160. صراحة دكتور انت وين فتلي عنوان الحلقة. نعم. اللي هو بيقول انه تأثيرها على النفسية وتأثيرها على حالة الشخص، يعني قديش بتفيد. نعم. مش بس انه صحية. صدقا انا فرقت نفسيتي من السماء للارض. يعني من لما كنت ناصح لضعفت للمين. هلا لما عم برجع بزيد، اول شيء ما بعرف شو السبب، زياده مفرطه يعني وسريعه، يعني خلال 60 كيلو هدول خلال سنه وشوي. صار في شيء خلل تخمين بهالسنه. ما بعرف. نعم. ما بعرف شو هو. امساك دائم. يمكن الدكتور بيعرف انه باي باس انه سهل الخروج. ما بعرف شو السبب. يعني مصطفى 12 سنة كنت محافظ على نتيجة كتير حلوة. وبخلال سنة تغير كل الوضع. سنة وشوي تغير كل شيء، حتى فرقت مشيتي، ركبي صارت عم توجعني، كل شيء فرق. حتى السكر بمرات بينزل عندي وبضطر اشرب حلو واكل حلو وكذا. عملت صوره عن جديد، صورت الباي باس. لا اوكي، هيدا اول شغله بدك تعملها، بدك تبلش تعمل صورة للجهاز الهضمي، بس نتأكد إذا الباي باس بعده أو ما راح، ما رجع وصلت المعدة بالمعدة. هيدا عادة بكون يعني يا ريت بتوطي شوي الراديو من حدك مصطفى، بكون السبب الأولاني لفشل الباي باس على المدى البعيد. بتكون الجيبة الجديدة اللي عملناها فتحت على الجيبة القديمة، يعني صارت متك إنه رجعت المعدة مثل ما كانت قبل ورجع المصران. واللي عم بتقوله انه عندك امساك هو بل تعمل عمليتك. اذا ماني غلطان 6 سنين و4 سنين. اوكي لوك، انت اللي بالوضع تبعك عندك احتمال او امل كبير انه بركي يعوي كتير او ما يعيد السكري عندك. ليش؟ لانه كان بعده جديد، بس ما انت عملت السليف العملية اللي عملتها هلا. بس ما في جواب 100% بالطب، ما في شيء اسمه 100%، بس بنقدر نعرف بالإحصاءات انه الوضع تبعك اكيد ايجابي من ناحيه مرض السكري، كونه ما تاخر اكثر من 6 سنين او 7 سنين
لا عملت العملية وما كنت عم تاخد أنسولين، يعني كان بعده مبلش وحالته بسيطة تحت السيطرة. في احتمال انه هو من البدينة اجى، يعني كنت ناظر تراح، يعني اجى من البدينة اكيد. كونه راح بعد ما نزل الوزن يعني كان جاي من البدينة. وطولما انت بتحافظ على وزنك وعلى الحالة الصحية الجيدة تبعيتك كمان بتكون عم تربح، لانه عم تخفف انه يرجع. الاحتمال الأكبر إنه ما يرجع. أهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. صفى في كتير أسئلة من الأصدقاء المستمعين، رقم بيخلص 3-6. كيف منميز البدانية اللي سببها الغدة الدرقية؟ لأنه في أشخاص بيكون عندهم سمنة والساقين أنحف من المنطقة العليا. ما في وسيلة إذا الغدة الدرقية فيها ضعف خلل بالشغل، يعني ضعف قبل كل شيء، يعني ما عم تشتغل مثل ما لازم، بكون عنا تاندانس أنه يزيد وزننا. أوكي، في احتمال أنه ناخد وزن فيها. هلأ شو بميزها عن غير بداني؟ ما في شيء، بداني بداني بالنهاية، الوزن وزن. اتصال أيضا. ألو ألو بونجور. أهلا مدام. وحياتك، بدي أسأل الدكتور في بنت صاحبتي عمرها 32 سنة، من عمر 21 سنة بتعمل أنسولين، بيأثر شيء على الزيج وعلى الولاد؟ هلا أي الوضع عندها سكري من النوع الأول أكيد، لكونها بلش السكري عندها كتير صغير. تاني شيء بالمبدأ ما بده ما بيأثر على شيء إذا كان معالج بشكل مزبوط. هلا نحن بنعرف إنه مرض السكري من النوع الأول عنده تأثيرات عديدة على الصحة، بس بالمبدأ إذا كانت عم تتعالج بشكل مزبوط بتأخر مشاكل مرض السكري على المدى القريب والمتوسط. طيب أهلا وسهلا فيك مدام. في عنا فويس لح نسمعه. أهلا. عم يسمع. نعم. نعم. اوكي شاربي، الاهلا وسهلا فيك. بس بدي اتمنى على كل يلي بدهم يبعثوا فويس، يعني مش رح نقدر ناخذ الفويسات بهالنوعيه لانه بصعوبه قدرنا نسمع وما كان الصوت ولا السؤال كتير واضح. ما بعرف إذا سمعت السؤال. أنا بقول لك شو، إذا أنا سمعته مرتين لأن قبل ما يمرق على الهواء حتى قدرت اسمع، أنه زوجته كان وزنه 118 كيلو، عملت ريجيم نزلت 30-40 كيلو، يعني وصلت لوزن 80، رجعت صار عندها حمل بتوأم وارتفع وزنها لل 120. بيقول عندها إرادة قوية وهلأ صديت اختصاصية تغذية، هل بيكفي هالشي ولا هي بحاجة لجراحة؟ إيه، يعني كان عم يسأل عن الضرورة تبع العملية. بحب أقول إنه العملية ما بحياتها هي ضرورة. نعم. دائما العلاج الأولي هو يعني تزبيط نظام الحياة والأكل والرياضة، هيدا هو العلاج الأولي، وهيدا بيقدر بحد نفسه يكون كافي إذا الإرادة موجودة وإذا كان في تجاوب من الجسم. بمعظم الحالات بناخد نتيجة منيحة. هلأ إذا كان في فشل ساعتها بينحكى باحتمال ينعمل عملية، بس شيء الأكيد أنه ما في حدا بنحكم عليه أنه لا ضروري تعمل عملية. حدا تالي بذكر برقم التليفون 01-325-555، وإذا كنتوا عم تتصلوا من خلال سيلولار 76-611-003 أو 005. وسام بيقول المعلومة أيضا للمستمعين، الأنسولين متوفر أيضا بحبوب مش بس إبر، الأنسولين بالإبر يعالج تدريجا حسب الأشبئة، أنسي درجتين صعودا ودرجتين نزولا حسب نتيجة الفحص. إنه يعني بس إجمالا من لما منقول إبر منكون عم نقصد أنسولين. في كمان لحظة الرقم بيخلص 071. أوكي لا بس أنا ما بعرفون الأسئلة هون عن السكري نطرحون. بس بدي ألفتكم أنه دكتور ناجي صفا هو اختصاصي جراحة بدانة وجهاز هضمي وجراحة، يعني بس مش كتير يعني تخدول الموضوع على السكري. نحن عم نحكي عن السكري لما نحن منتخلص من الوزن الزايد شو بيكون الأثار إيجابية على السكري. هون بيقول بياخد هيدا الدواء حبة عبكرة وحبة عشية وحطت لك أسامي الأدوية، وهو عمل له دواء حساسية قوية حتى الأنسولين تغير قديش بده
يطلع من الجسم الدواء مع انه صار له بيمشي كذا ساعة يوميا، 4 كيلومتر يوميا كل يوم. هلا ما إلها علاقة، إذا عم يحكي عن موضوع الحساسية الدواء بيختفي بسرعة من الجسم حسب قديش الدوميفي تبعيته، بس إنه بالمبدأ بخلال كم ساعة بكون خلص منه. هلا ما بعرف إكزاكتلي عن شو عم يحكي، عن يطلع بس إن الأدوية اللي يتخذوا يوميا كمان أكيد يعني يومين ماكسيموم بيكون طلعوا من الجسم. معظم الأدوية بنحكي بالساعات تيطلعوا من الجسم. رقم بيخلص 238 بيقول بونجور، أنا وزني 100 كيلو، طولي 1.75 متر، ناصحة حتى نزل وزني، كم كيلو لازم شيل؟ يعني تقريبا يعني إذا عم نحكي بال 75 عندها 25. مهم أنه ما نغرق بموضوع الأدوية على فترة طويلة، يعني الدواء اللي ما عطى نتيجة بعد شهر أو ماكسيموم شهرين مفروض ينترك. وحتى لو يعني بالنسبة لهيدا الدواء ممكن على المدى الطويل يعمل ضرر هو. أكيد أنه هذا دواء للسكري، وإذا الشخص ما عنده سكري ما بعتقد عايز أنه يخلق. رقم بيخلص 482، ياريت بترجع تبعت سؤالك مكتوب أو بتسجيل نظيف، لأنه أبدا مش مفهوم شو عمل، يعني التسجيل كتير سيء. معنا اتصال. ألو. إيه بونجور. أهلا. ممكن اسال الحكيم؟ تفضلي دكتور صفا بيسمعك. نعم بونجور حكيم. انا مرة عمري 59 سنة وطولي 160 ووزني هلا 55، مع انه صار لي انا يمكن شي 40 سنة وزني ما طلع عن 50، وهلا عم من شي سنة لهلا عم بنصح كل يوم كل شهر كيلو او كليان. انا باخذ دواء الاعصاب، هوديك دواء الاعصاب ما نصحوني ابدا، بس هلا وصف لي دواء جديد، يمكن هو هذا الدواء عم يعمل لي، معقول يكون من الدواء اللي انا عم بنصح كل شهر كيلو؟ يعني انا حابه انصح بس مش هالقد. هلا خايفه من الجاي. في بعض الادويه الاعصاب اللي هي معروفه انه بتقدر تزيد شوي الوزن، اوكي، بتشتغل على من سلبياتها انه بتزيد الوزن. مش هيك هذا الموضوع، لازم ترجع تراجع الحكيم الاعصاب اللي عطيها اللي عم يوصف لها الادويه، وهو بيقدر يعرف تماما كيف يغير لها فيون بشكل انه يعالجها بدون ما او يحاول قد ما فيه ما يخلي الوزن يزيد. مزبوط. بس بالمبدا زياده الوزن تقدر تكون من هذا الدواء، اذا هذا السؤال جاوبت عليه، وبيقدر يكون عندها غير اسباب كمان. بدنا بس نعرف انه دائما كمان مع العمر الانسان بيتقبل شوية زيادة وزن، كونه الميتابوليزم تبعه بخف. من 4-5 أشهر كنت 47، هلا صرت 55 بعمل لكن ما عندي اللي عم نقوله. بركي الدواء اللي بلشتي، لانه هذا الشيء التغير اللي صار عم تحكينا عنه، بركي هذا الشيء اثر، لازم تراجعي الطبيب اللي وصف لك. اهلا وسهلا فيك مدام سيمو حداد، في سؤال بنسمعه فويس. بونجور حكيم. اهلا يعطيك العافية. بالنسبة للثوم، انا كل يوم باخد حص ثوم على الريق، هل هيدا منيح صحيا يعني؟ وبالنسبة لإذا واحد كان معه سكري بفيده يعني ولا ما بفيد؟ أكيد مبلا، الثوم هو أنتي أكسيدان، يعني بيقدر مضاد أكسدي، بيساعد نوعا ما على المحافظة على الشريين وكل هالموضوع، خاصة اللي عنده مرض سكري عايز أنه يكون عم يستفيد من هيدي الناحية، هيدي ما بدره يعني. نعم. فيرا بعثت لنا صورة فحوصات طبية، ما عندها كوليسترول عالي، وبتسأل LDL عادي ووزني 58 كيلو، هل لازمني دواء؟ بدك تسألي بدها تشوف طبيعي. الحكيم تبع، لانه هو عادة مش دغري منبلش بالدواء الا اذا كان كتير ليفلز الكوليسترول والال دي ال عاليين، اذا كتير عاليين. وكمان بدها تشوف الاش دي ال، يعني الكوليسترول اللي هو يعني الان بيسالها شو عامل وراثي 100%، وبده يشوف الليفلز. شيء دائما بحاولوا بالاول بالرياضه او بتغيير نظام الاكل انه ينزلوه شوي، دونك في مراحل قبل ما نبلش بالعلاج. نعم. كريستينا بتقول عمري 25 سنه، طولي 1.61 متر، وزنها 46 كيلو، لازم تزيد. لازم تزيد شوي. لازم تزيد قدي يعني قدي تقريبا؟ إذا وصلت لسبعة 8 كيلو زيادة بكون منيح. نعم. شربل بيقول أنا معي سكري نوع الثاني، بياخد دواء من 4 أشهر، حاطت لنا اسم الدواء، أنا ما بقدر أقوله على الهواء، منجرب نخفف قدر الإمكان أنه تمرق أسماء أدوية على الهواء. المخزون كان 15 صار 6 بعد 4 أشهر، منيح بقول لك؟
كتير منيح بالعكس، نتيجة ممتازة بأربعة أشهر سريع جدا. المهم يحافظ على هالنتيجة، أوقات كتير بيكون في شيء منيح ولكن مهم نحافظ. كمان حسب في راس بيقول إذا حدا عنده اكتئاب بيأثر على انقاص الوزن؟ ليك بتعرف الاكتئاب عنده شغلتين، بيقدر يساعد على مش يساعد يعني بيقدر الوزن. يسبب تنقيص وزن في بعض الأشخاص بينزلوا، بيقدر كمان يزيد الوزن. دونك ما عندنا جواب واحد، ما في قاعدة للاكتئاب، كل إنسان بيتفاعل بشكل معين. في معنا كمان سؤال سمير بنسمعه فويس. أهلا. أي تنقيس بالوزن، أي تنقيس بالوزن بس ما يكون في وزن زائد بيساعد مرض السكري من النوع الثاني، لأنه هي منا إلى علاقة بغدة بس البنكرياس إذا هو رح يعطي أكتر أو لا. ما ننسى أنه كل كيلو دهن زيادة بالجسم بيقدر يحبس قسم من الأنسولين اللي البنكرياس بيفرزه. شو من نزل وزننا 5-6 كيلو لإنسان ما عنده وزن زائد تقريبياً، يعني عم نحكي ب 10% من وزنه اللي هو شيء كتير منيح وأكيد بساعد كتير السكري من النوع التاني. في فويس كمان نوعيته أفضل سيموع بيطلع بيقلي ما بدنا ناخد فويس لأنه مش مقبولين على الهواء. هيدا نوعيته مقبولة، بس بدي أتمنى عليكم لما بتكون تسجلوا فويس بعدوا عن الراديو لأنه عم بيكون إيكو صوتنا كمان أو الضجة برا، وجربوا أنه يكون ما في ضجة حولكم حتى نقدر نفهم شو السؤال. ناخد رقم بيخلص 238. بونجور، يعطيكم العافية. حاب أسأل الحكيم شو الطريقة الصحية طب واحد ينزل 20 كيلو بالرجم؟ أهلا وسهلا فيك. لك الطريقة اللي هي صحية واللي هي أكتر شيء مفروض تتبع، انه مش لازم نسميها ريجيم، لازم نفهم انه اذا عم نعمل ريجيم الريجيم دائما رح يكون مؤقت، اوكي؟ يعني ما رح نجي نلتزم بريجيم كل حياتنا، مشان هيدا السبب بكون في فشل عالي للريجيم دائما. ليه؟ لانه منقول عم نعمل ريجيم شهر بنرجع بنوقف الشهر بنرجع بننزع كل شيء. لازم من الاساس نفهم انه نحن مش ريجيم، نحن عم نغير نمط حياتنا، عم نغير النظام بحياتنا، يعني عم نلغي كليا بعد انواع الاكل، عم نظبط نوعيه اكلنا اكثر واكثر، وهون بيقدروا يساعدونا الاخصائيين بالتغذيه. وزياده عن هيك بدنا دائما ندخل الرياضه بحياتنا. اذا بدنا بنبش على الطريقه الصحيه، ها هي الطريقه الصحيه واللي بتضاين معه على المدى البعيد. كمان رضا في سؤال بنسمعه. بونجور، يعطيكم العافيه. اهلا رضا جديد. ستنا انا اهلا بسمع الحكيم دكتور صفا. ما المصول انا 7.5 عم مش عم باخذ دواء بعد لحد هلا، انا عم جرب انه عم سرجيم ما اخذ دواء، بس عم بلاقي انا كل يوم صبح عندي مكان فحص السكري بفحص السكري تبعي، بلاقي الصبح بيطلع تقريبا شي 130-135 الصبح بيطلع معي، ما بالنهار بيطلع 90 و100 90 و100، فما بعرف هالشيء انه لازم اخذ دواء او لازم ارجع حكيم او ما شابه ذلك. أهلا رضا. المخزون عنده 7.5. نحن بنرتكز أكتر الشيء على المخزون، بس ما يكون المخزون عالي هيدا بتعني أنه مبلش عنا مرض السكري، ومن المفضل أنه يراجع حكيم سكري لأنه أكيد بيقدر يساعده بعلاج معين. يعني نحن ما نخاف من الدواء، هذا اللي بدنا نقوله، لأنه شو ما كانت ردة فعل الدواء السلبية أفضل من مخزون 7.5 على مدى طويل. أكيد، لأنه كمان بدنا نفهمه أنه بخافوا بعض الأشخاص أنه إذا بلشوا الدواء ما رح يوقفوه، ما إلا عليها. بيقدر الواحد إذا كان عم بجرب يساعد حاله بكذا وسيلة من تنقيس وزن ورياضة وانتباه على الأكل، بيقدر يختفي يرجع السكري عنده أو ينام على فترة طويلة وما بقى بحاجة ساعتها للدواء. بس مش لازم يترك حاله الشخص بمخزون مرتفع ويقول بحاول وبحاول ويكون عم يفشل. مزبوط. ايضا معنا سؤال فويس بناخده. يسعد صباحكم. اهلا. السؤال الحكيم، انا طولي 1.70 متر، عمري 40 سنة، قد ما اكل ما بيطلع وزني اكتر من 86 كيلو، قد ما اكل
اعمل سبور واعمل ريجيم واعمل واعمل ما بنزل تحت ال 84 كيلو فيني اعرف شو السبب واذا في شيء بس اذا الحكيم بيقول لي في شيء براس معدتي مثل كتله حجر كبيره على راس معدتي هيك هون بس افرقها بتليني شوي صغيره وبس رجعت تركيا بترجع بتعمل مثل الحجر ظاهره يعني شو هي كمان هيدي ما بعرف ما فيني اعرف على هيك الواتساب شو هي يعني بده واحد يفحصها ويشوفها بس من ناحيه الوزن اللي بقدر اقول له عنه هو انه كتير من الاوقات الشخص بمرحله معينه بحياته بكون عنده بدين الى فتره طويله بيصير بيعمل بلوك اسرع من غيره او بسهوله اكثر يعني بيجي تجرب ينزل وزنه بلاقي انه الوزن ما عم يتحرك بسهوله هو اللي لازم ينعمل انه يكون في مسابره يعني الدايت اللي بدها تنعمل او تغيير نظام الحياه او الرياضه مش نعملها جمعه ونقول هي ما نزلنا اكثر من 2 كيلو منوقف او جمعتين بدها تكون على اشهر هون ساعتها هالبلوك اللي عاملينه بده يفك شوي شوي وبيرجع الوزن بينزل. دكتور ناجي صفا كمان سؤال شو الفرق بين الدكتور والاختصاصية التغذية؟ رحت عند أكثر من اختصاصية ما استفدت أبدا بالعكس تعب جسمي وحسيت بإرهاق هل لازم زور دكتور أفضل؟ ما له علاقة الأخصائية التغذية هن الأشخاص اللي بيقدروا يساعدوها من ناحية النصائح شو لازم تعمل تحت تاكل بشكل أول شيء يكون صحي وتجرب تحاول تنزل وزنها فيه هيدا هو إذا بدك شغل تبع أخصائيين التغذية هلأ الحكمة في عندك حكمة اللي هن الاندوكرينولوج يعني اللي بيهتموا بموضوع الغذاء بيقدروا يتأكدوا ما يكون في مشكلة هرمونات بالجسم عم بتسبب البدانة أو عم بتسبب الوزن الزائد دونك هذا الفرق الأساسي بيناتهم. في عنا سؤال كمان رقم بخلص 979 فويس خلينا نسمعه سيمو. يسعد صباحكم السؤال الحكيم أنا بطولي 1.70 متر عمري 40 سنة أخذني هيدا الفويس يمكن كبسنا على واحد تاني بلال منسمعه من باريس. مرحبا مدام سميرة مرحبا دكتورة يعطيكم العافية يعني من كتر ما عم نسمع نصايحكم والعمليات اللي بدها تصير يعني حلقة حاسين حالنا عم نرفع من دون عملية يعني بعد كم حلقة عم يضغط مهضوم بلال لأنه بقول واحد ما بدي أوصل للعملية خليني انتبه على حالي في كتير بعتين لنا كتير عدد كبير أكيد مش رح نقدر نفوت فيهم أنا هالقد طولي هالقد وزني مثلا 1.54 متر طول وزن 44 منيح أو لا كمان فيلما 1.58 متر 73 الوزن بتقول النتيجة 24 29 ما فهمت هون 29.24 الطول 1.58 متر والوزن 73 عملت الهيئة القصة طلع 29 عند مؤشر دهون شوية خلينا نقول شوية يعني بدها شوية دايت يمكن أكيد شوية دايت شوية رياضة أكيد خلينا نقول لهم كيف بيحسبوا هني مؤشر الدهون دكتور صفا المؤشر كتلة الدهون هو الوزن بالكيلوغرام منقسمه بالطول بالمتر يعني إذا كان الوزن 100 كيلوغرام والطول 1.7 متر اللي بنعمله هو أنه منقسم 100 ب1.7 ومنرجع النتيجة منقسمها مرة تانية ب1.7 هيك بيطلعنا قدي مؤشر كتلة الدهون اللي لازم يكون أقل من 26 إذا كان بين 26 و30 بنحكي بوزن زائد وابتداء من 30 بنحكي ببدانة بالبدانة منفوت ب يعني مرحلة البدانة بالبدانة وعنا كمان سؤال رقم بيخلص 265 فويس منسمعه خير كيفكم كيف صحتكم بدي اسأل الحكيم انا زوجي بياخد انسولين وصار الحك وجريه هيك كلها طبغت فبيأثر اذا راح حكيم جلد عطوطة وبعد مسح يعني هو الموضوع اللي عم تحكينا عنه ما له علاقة بس بالأنسولين مش الأنسولين هو بركة مرض السكري كمان بس ما يصير متقدم بيقدر يعمل نقص بالتغذية الشرايين
الإيدين والإجرين خاصة، مش هيك بيصير في شوية تغير كمان بلون الجلد. هون أكيد لازم يتأكد أنه السكري عنده متابع مزبوط وأنه مرجلج مزبوط. ومن ناحية العلاج تبع هالقصص أكيد بتاخد وقت، وأوقات ما بلاقوا نتيجة فيها بالعلاج يعني. ممكن تأخذ إيه، لأنه هيدي مشكلة الشريين اللي هن الرفيعين اللي بيوصلوا على الآخر بيكونوا مع مرض السكري المتقدم، ببلشوا يتضرروا بشكل بتخف تغذية الدم، وبتصير كل شيء يبلش يبين شكله شوى غير طبيعي يعني. الجلد بتصير الخلايا بتتموت يعني لأنه ما في تغذية. في كمان فويس بنسمعه. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم جميعا. أنا مزوج جديد صار لي 7 شهور، وبالغير 7 شهور زوجتي حملت مرتين، ما بعرف إذا موضوعها لكم، وبالمرتين ينزل الولد. صراحة صار عندها كآبة من الموضوع، ورحنا نحكين كذا مرة يعمل الفحوصات، بيقلنا هالشي كتير طبيعي وما في أي أسباب عم تودي لهالشي، هاي شغل ربنا. فينا نسأل الحكيم هل في حالة طبية أو شيكة أنه عم يصير هيك معنا؟ هيدا بيقولوا تنافر أنسجي بالأول بتصير عادي، فيها تكون ايه فيها تكون. هلأ شيء الأكيد أنه ما بدنا ناخد الجواب النهائي، بدك تاخده من الحكيم النسائي. بس إذا قال لك الحكيم النسائي أنه ما في شيء منه طبيعي، هيدا الحالة ايه بتصير وموجودة. بس خليني أقول له للصديق المستمع حتى ما تكتئب كمان مدامته، أنه من كل 5 كوبل 5 ثنائي يعني أول حمل 2 بصير عندهم إجهاض تلقائي لوحده، بيروح الطفل يعني من كل 5 نساء أول حمل في 2 بيخسروا الولد، لأنه هيدا شيء بيقولوا له تنافر أنسجي. ممكن يعني من كمان من هال الاثنين يلي كمان في نسبة معينة ولو أقل بكتير ترجع بتتكرر معها مرة تانية. إذا تكررت مرة تالتة ساعتها ضروري أنه ننبش عن سبب، بيكون في سبب تالت. أيضا الأخضر من دون سكر الصبح، ما هيدا ما عم بفهم شيء. شاي الأخضر من دون سكر، ما فهمت الشاي. الشاي الأخضر هل هو بخفف الوزن؟ هلا بتعرفي بيقولوا انه بيساعد شوي على تنقيس الوزن، بس منه هو كعلاج معتمد طبيا يعني، منه موجود اذا بدك الأنظمة الطبية كعلاج معتمد يعني لتنقيس الوزن. نعم. حسام ما عم بفهم شو الموضوع، يا ريت تبعت سؤالك ترجع بتبعته مسجل مش واضح لأنه شو اللي عم تطلبه. الرقم بيخلص بال501. بنسمع السؤال. بنسمع. بونجور يسعد صبيحكم. أهلا. أنا بدي أسأل سؤال للسكري، بيطلع معي عنده الصبح 150 155 وما بياخد دواء، بتروق وما بياخد دواء، الدواء بياخده بياخد حبي وحدة 1000 على 50 على الظهر على الغداء، بكون صار السكري بهالأثناء هاي 100 120 بين 110 و120. وبعد الغداء بشي ساعتين 3 ساعات بصير 120 كمان، بتعشى عشاء خفيف بيرجع الصبح بيطلع 150 155. فهالشي طبيعي، والمخزون معي ما طلع ولا برا أكتر من 6.5. أهلا وسهلا فيك. أهم الشغل اللي قيلها بالآخر هو أنه دايما ننتبه المخزون. على موضوع المخزون أنه ما يكون عم يرتفع بلا ما نعرف، لأنه هو اللي بيعطينا فكرة واضحة عن آخر كم شهر كيف كان موضوع السكري عنا بالجسم. هلأ من ناحية أنه يكون عم يطلع شوية عالي أعلى مما لازم، بركي لازم يتزبط شوية بالعلاج تبعه من ناحية وأما التوقيت وأما نوعية العلاج اللي عم يخدها، حتى اللي ما بقى يشوفه يكون عم يعلى معه بفترات، لأنه هو بالنهاية ما بيقدر يعرف كل الوقت شو عم بكون عنده السكري. كهذا الشيء اللي بفروض ويراجع طبيب السكري تبعه حتى يتأكد من هذا الموضوع. نعم. رقم بخلص 159. صباح دكتور، زوجتي وزنها 94 طولها 1.67 ما بتقدر تعمل سبور، اجريها بيوجعوها، شو ممكن تعمل حتى تنزل وزنها؟
هلا بتعرفي في انواع سبار ما بي يعني بينعملوا حتى لو كان في عنا مشاكل مفاصل او هدول، بدها تشوف مع اخصائي التمارين اللي بيقدر يعطيها تمارين معينه، بس ضروري انه السبار تكون الرياضه تكون موجوده بحياتها، لانه ما بقدر بس نعتمد النظام الغذائي، وبنفس الوقت فيها كمان تعمل تغيير نمط حياه او نظام غذائي بشكل انه تخفف من الاكل او اذا بدك الكالوريز اللي عم بفوتوا على جسمها حتى تخلي هالوزن ينزل. جورج بيقول مدامتي عندها وزن زايد، عملت ريجيم منعت عنها الاختصاصية الجلوتين والبيض وحليب البقر ومشتقاته بسبب انتوليرانس إلى شي 3 أشهر، ضعفت أول أسبوعين شي 5 كيلو ما عادت نزلت وبعدها على الريجيم. لا، من ناحية نزول الوزن بس ما نبلش الدايت دايما في بلوك معين بيقدر يبلش. هلا عندها بلش بكير، اوكي ما نزلت وزن كتير قبل ما يبلش، بس على كل الأحوال بدها تسابر، وأهم شي تدخل الرياضة، لأنه أكتر شيء بيساعد أنه يكسر البلوك هو أنه الإنسان يعمل رياضة، يغير تغيير جذري بنمط حياته، هذا بيعمل نوع من صدمة. جميل أو جميلة وبونجور، الوزن 75 طول 1.67 قديش لازم ننزل وزني؟ هلأ 7-8 كيلو تقريبا، ما بدها كتير. كيف بناخد الأدوية يلي مع حبة السكري مثل دواء الكوليسترول وتريجليسيريد؟ حسب الدواء السكري عم ياخده، حسب شو أي نوع عم ياخد منه، بأي ترتيب القصد بتكون تسألوا طبيبكم حسب شو هو الدواء اللي عم ياخده. كل دواء شيء، كل دواء ما بيتاخده سوا شي. أنا في كتير أسئلة بعد بدنا نقول لهم في لقاء الأسبوع اللي جاي أكيد دكتور صفا، ومنجاوب على كل أسئلتكم. بدي أشكركم، أشكرك كتير الاختصاصي بجراحة البدانة والأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية على صعيد جراحة البدانة دكتور ناجي صفا، شكرا لك وأهلا فيك بصوت لبنان.